رشيد فارغ اي نعم نهايه المباراه تواني في ملعب حمادي العقبي بيراد 1-1 فوز الفريق الجزائري وفاق ستيف على حساب الترجي باش يتاهل لنصف نهائي للتشامبيونز ليغ الافريقيه بعد 0-0 في مباراه الذهاب. الترجي عمل كل شيء في مباراه اليوم، تقريب فرص مهدوره بالجمله للترجي لكن ما عرفش كيفاش يستغلها، والنجاعه كانت خايبه قدام المرمى. هدف وحيد لفريق وفاق ستيف عن طريق اللاعب عبد المؤمن جابو في الدقيقه 21 خلى الفريق الجزائري يتأهل للنصف النهائي. هنا خروج طاقم تحكيم المباراة بقيادة رضوان جياد الحكم المغربي، ما فماش احتجاجات كبيرة من الجماهير على طاقم التحكيم لأنه يعني للأمانة التحكيم عطاه كل واحد حقه، لكن الفريق يعني فريق الجماهير للترجي أعداد يعني قليلة كانت حاضرة اليوم، صبت غضب كبير على الملاعبيه اليوم، برشا ملاعبيه منهم ما كانوش يعني في المباراه حاضرين كما يلزم. الترجي فوت على روحه فرصه الذهاب يعني الانتصار في مباراه الذهاب، اضاع عديد الكور. نفس السيناريو يعاد اليوم هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس، والترجي على الاقل تقريب 5 أو 6 فرص واضحه للتسجيل. كره وحيده للفريق الجزائري كانت في المرمى، الحارس معز بشرفية لقاها كيف كيف. اتهامات كبيرة من جماهير الترجي لبعض من الملاعبية، وهوني خروج ملاعبية فريق الوفاق. يا مانجي يا مانجي